أخبارنا الميدانية مشاهدينا نبدأها من بلدة البحدلية في ريف دمشق التي أعاد إليها جيشنا الأمن والاستقرار ضمن سلسلة عمليات تنظيف لمناطق الغوطة الشرقية والغربية، وقضى على عدد من الإرهابيين عرف منهم متزعم مجموعة إرهابية وهو حسن إبراهيم النميري، بالإضافة إلى ضلال مطلق وعبد السلام المعجل. كما أحكم بواسل قواتنا السيطرة على الجبال الغربية المتاخمة لبلدة حلبون بريف دمشق. مراسلتنا الحربية ميس عاقل رافقت بواسل جيشنا وأعدت التقرير التالي. خلف كل نصر جديد ملحمة بطولية جديدة، وهو الحال في البحدلية. كاميرة الأخبار رافقت أبطالنا البواسل وأنتم تشاهدون الانتصار، وبطولات وتضحيات تعجز الكلمات عن وصفها، فتبقى صور إقدام الجيش العربي السوري وشجاعته وبسالته أبلغ من أي تعبير. نحن الآن متواجدين في القسم الأخير من البحدلية أمام جامع صلاح الدين، وكما نلاحظ حجم الدمار والخراب الذي خلفته المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن لبواسل قواتنا المسلحة كلام آخر، فقد قاموا باستعادتها من براثن الإرهاب. مع بزوغ الفجر قرر بواسلنا كتابة نهار مختلف لمنطقة البحدلية في ريف دمشق، لا مكان فيه للإرهاب والإجرام. لم يحتج الأمر سوى لقرار، وتقدم بواسلنا الأبطال في محاور البحدلية مصوبين نيرانهم اتجاه من يهوى قتل وسفك دماء السوريين، وبكل إصرار وعزيمة حطم أبطالنا دشم العصابات المسلحة مخلصين المنازل من المرتزقة الإرهابيين الذين انتهكوا حرماتها وحولوها إلى أوكار لإرهابهم. انتصار اليوم رح نضيف الانتصارات اللي سجلتها قواتنا المسلحة في كل يوم في كل بقعة من أرض الوطن الحبيب ومنطقة البحدلية مثل أي منطقة في سوريا. احنا ما نقول انتصرنا هون، رح ننتصر بكل الأماكن بإذن الله، ونتابع المسيرة والمهام اللي بتعطينا إياها قيادتنا لنسحق الإرهابيين بشكل كامل. منطقة البحدلية تعتبر منطقة هامة بالنسبة للمسلحين، تربط الغوطة الشرقية بالغوطة الغربية، بتمدهم بالإمدادات بالسلاح وبالذخيرة عن طريق الهي، وحاول المسلحون بأي طريقة السيطرة على المنطقة هي، كونها أولا السبب اللي حكيناه تربط الغوطة الغربية بالشرقية، والسبب الثاني كونها قريبة من طريق المطار. نحن معنوياتنا عالية، بإذن الله بدنا ندمرهم مين ما كان يكونوا، شو ما كان يكونوا بندمرهم ونسحقهم. بوصل رسالة انه ما لهم وجود عنا، مهما طوروا مهما كانت قوتهم عتادهم موجود اسات، ودمرنا بكامل قواهم البشرية والعسكرية، مهما خربوا مهما دمروا الجيش السوري قادم. وبقول له للعصابات انه لحنا هلا طلعناكم من البحدلية ورايحين وراكم للديابية ورايحين وراكم للحسينية ولاخر متر وشبر في هالارض السورية، لحنا وراكم. الجيش العربي السوري يخط ببطولاته جولات العز والفخار ليقلب الطاولة ويكسب الميدان، فيكسب الوطن بفضل تضحياتهم. البحدلية وهي المنطقة الواصلة بين الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، اتخذ منها المسلحين وكرة لإرهابهم، ولكن لقواتنا الباسلة رأي آخر قالوه وفعلوه اليوم. لأخبار تلفزيون ميس عاقل، ريف دمشق.